أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فغلم ما لم تعلموا فجعل من قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى حق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا محمد رسول وكفى بالله شهيدا محمد رسول شهيدا محمد رسول الله.
وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين بغوا أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. سجدا يبتغون فضلا من الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل. أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوره.
فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وغدا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغدا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغدا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لنا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الصمد لم يلد الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أهب ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى حضرة النبي المصطفى العدنان وإلى روح من اجتمعنا في تكريمه الآن. طلع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم محمد القارئ والمقيم بالقيطون، وكان معنا أيضا قارئا فضيلة القارئ الإذاعي الكبير والقارئ ابن القارئ فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. نقلناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت ومحطات الديزل والإنارة الحديثة. حج فتح شريف إدارة أحمد والسعيد فتح شريف المقيم بدقدوس أمام بنزيمة الشريف. خدمة الفندقية المتميزة دائما رضا عمران من كفر سرنجة. فراشة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى معلم عطا حلاوة تحت إدارة المعلم السعيد حلاوة المقيم بدقدوس. كان معنا مصورا هذه الليلة لنراها كل يوم وليلة مهندس احمد الجعبري. اسره الفقيد الراحل تتقدم الى كل من شارك واجب العزاء بخالص الشكر والتقدير.
الله أسأل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة يهدى للمغفور له في قبره بردا وسلاما، وأن يقول إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.